مشاهدينا الكرام، للتعليق على الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل في الضفة وكذلك الأسرى في سجون الاحتلال، ينضم إلينا السيد صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بكم أستاذ صلاح. بداية، رغم هرولة البعض نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين، يظل الشعب الفلسطيني الحي مدافعا عن أرضه، متمثلا أخيرا في مقاومة أهالي قرية دير جرير بالضفة الغربية المحتلة. بما تفسر تسارع عمليات البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. أولا، الوضع الطبيعي هو مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني. نعم. وردا على سؤالك بأن خطوات الاحتلال وتصعيد الاحتلال لهجماته الاستيطانية على الأرض الفلسطينية هي استغلالا للطرف الراهن. نعم. وخصوصا للأيام الأخيرة لوجود ترامب في البيت الأبيض. تعلم أنه في السنة الماضية أعلن ترامب خطته للقضية الفلسطينية بما يسمى خطة ترامب أو صفقة القرن، والتي تضمنت ضم أراضي أو مستوطنات الضفة الغربية. نعم. أو الأراضي الفلسطينية التي تقوم عليها المستوطنات للكيان الصهيوني رسميا. نعم. وبالتالي تستنفذ الحكومة الاحتلال هذه الخطة للاستيلاء والسيطرة على أي شبر أرض في الضفة الغربية، تحسبا لقدوم إدارة بايدن التي قد لا تكون منسجمة مع خطة ترامب ومع سياسات الاحتلال على الأرض، نظرا لحديث الرئيس المنتخب عن أنه سيعيد إحياء عملية السلام مع الفلسطينيين. طيب. وفي إطار أيضا حملة التطبيع مع الأنظمة العربية، يستغل الاحتلال هذه الأجواء المتخلية بين قوسين عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين لزيادة من تغوله على الفلسطينيين وأراضيهم. طيب. وممتلكاتهم. يعني هناك مواجهات الأمس أسفرت عن إصابات بين أهالي قرية دير جرير، كيف ترى طريقة تعامل جيش الاحتلال مع المواطنين العزل، وهل هي سياسة تشارك فيها الحكومة بأوامر للقوات؟ بالتأكيد، قوات الاحتلال تقوم بقمع الفلسطينيين بناء على أوامر وتعليمات وزارة الدفاع الصهيونية، أي حكومة الاحتلال. أمس أيضا، ليس في دير جرير فقط، أمس في يطا أيضا أطلقوا النار على شاب فلسطيني حاول الدفاع عن بيته الذي أرادوا إخراجه منه وهو في حالة حرجة في المستشفى. هذه إجراءات يومية للاحتلال، يوميا هناك عشرات الإصابات والمواجهات. ولكن هذه البؤرة الآن التي تسيطر على وسائل الإعلام هي دير جرير، لكن المواجهة اليومية على أرض الواقع بين الفلسطينيين والاحتلال مستمرة، وضد الاحتلال الممنهج من حكومة الاحتلال المدعوم وإجراءات الجيش القمعية تجاه الفلسطينيين الموجهة من الحكومة. هذا إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون على عاتقهم الشخصي من جماعة فتة التلال وجماعة التسعيري أو شارة الثمن. وبالتالي نحن كفلسطينيين نواجه العدو الرسمي الممثل بالحكومة والذي يمثله الجيش القمع على الأرض، والمستوطنون المتمردون على هذه الحكومة والذين يسابقون الجيش في قمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم أحيانا حتى نكاية بالجيش وبالحكومة. نعم. طيب، أولا أنا أشكرك طبعا على تصحيح الجملة، الكلمة هي دير جرير يعني وليس دير جرير. طيب، أنتقل معك إلى المعتقلات. هناك انتهاكات من الاحتلال الصهيوني تمتد إلى داخل المعتقلات الأسرى بعد تأكد إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا وعدم تلقي العلاج اللازم. هل ترى أن الإدارات في المعتقلات تقدم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى داخل هذه المعتقلات؟ موضوعيا، لا تستطيع إدارة السجون إهمال موضوع الأسرى وترك الوباء ينتشر، لكنها تستخدم هذا الوباء للتأثير على الأسرى ولكسب مواقف منهم.
للضغط عليهم وتخويفهم وإرهابهم بهذا المرض. وبالتالي ما تقوم به من إجراءات هو المعتاد في السجون من إهمال ومماطلة في العلاج للضغط على الأسرى بالدرجة الأولى، فهي لا تبخل ولا تستحي أن تستخدم أي وسيلة تكسر فيها إرادة الأسرى. تعرف أن هذا وباء وانتشاره في السجون أيضا يهدد السجانين وليس السجناء أنفسهم، لكن الإدارة القبيحة، إدارة السجون بعقليتها الإجرامية العنصرية، تحاول استغلال هذا الوباء لكسر إرادة الأسرى وللتأثير على معنوياتهم والضغط عليهم. طيب أنتقل معك إلى الدور الأممي أو المنظمات الأممية والحقوقية المعنية بمراقبة الأوضاع داخل فلسطين، داخل السجون والمعتقلات، كيف تقيم أدائها ودورها في التعامل أو التعاطي مع هكذا انتهاكات من الكيان الصهيوني؟ من الناحية الإعلامية والتقارير التي تكتب من قبل هذه المنظمات عموما هي تقارير وأخبار جيدة ومواقف إيجابية يمكن الثناء عليها، ولكن للأسف هذه المنظمات وهذه المؤسسات تبقى عاجزة أمام قضية الأسرى الفلسطينيين وأمام القضية الفلسطينية عموما، فهي لا تستطيع أن تغيث من يتم الاعتداء على أرضه وبيته في القطاع الغربية، كما لا تستطيع أن تتدخل لإنقاذ حياة أسير يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يحصل مع الأسرى الذين توقفوا في السنوات الأخيرة، دون حتى أن تمكن أهله من إلقاء نظرة الوداع عليه قبل موته، أو أن يتم نقله بعد أن تحقق موته، أن يتم نقله للموت بين أهله وأسرته. الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني، أنا أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك إلينا عبر هاتف من إسطنبول، وأعتذر لأهالي قرية دير جرير المقاومين إن نطقت اسم قريتهم بالخطأ.